مساء الخير من جديد. نشرت الشرق نيوز تحقيقا أجرته حول الطريق الذي يسلكه السوريون في مناطق النظام قاصدين فيه الوصول إلى دول اللجوء بعد تردي الوضع الاقتصادي والأمني في مناطق سيطرة نظام الأسد. القادمون من المحافظات السورية باتجاه منطقة التجمع في دير الزور يتعرضون للابتزاز والتحقيق ودفع أموال لسماسرة الأمن والميليشيات، ثم تتسلمهم أطراف تابعة لقصد في الضفة الثانية من نهر الفرات. المزيد في تقرير الزميل محمد كيلاني. يبدو أنه علينا أن نستحضر الذاكرة من جديد عن تاريخ وطبيعة نظام الأسد، وأنه سيعود لينتقم من كل من عارضه أو حاول أو فكر بالتغيير. أما التجانس الذي تحدث عنه فلم يكن سوى إبرة مخدر سرعان ما أفاق الناس منها على المصيبة. في الشهادات التي تحدث عنها التحقيق الذي أجراه المعدون في صحيفة الشرق نيوز بعنوان الهروب من سوريا الطريق إلى المجهول، يتحدث الناجون عن رحلة الموت، الوصف المنطقي للحالة القائمة على الأرض السورية المنطلقة من دمشق إلى دير الزور عبورا بنهر الفرات للجهة المقابلة تحت راية أخرى وتبعية مختلفة ثم إلى جهة أخرى وأخرى، وكل طريق من هذه الطرق كأنه شركة متعددة الجنسيات والولاءات لمص آخر رمق من هذا المواطن ولقتل آخر أمل لديه وطي آخر صفحة في العودة لوطن نجا من جحيمه برحمة ودعوة. هجرة رجال الأعمال الحامل الاقتصادي والتجاري من كبار الصناعيين والتجار إلى الدول الأكثر أمناً واستقراراً، والهجرات المستمرة للشباب السوري وبيع البيوت والأملاك بذلاً في سبيل الحصول على المال المطلوب لرحلة الموت داخل الوطن الواحد هرباً من دمار الاقتصاد السوري في بلد لا يملك مقومات العيش والحياة الإنسانية، في بلد كأنه آت من كابوس جهنمي طويل بين أب عاجز عن تأمين لقمة عيش أبنائه وأم تتنهد خسارة أبنائها وشباب يعجز عن مصاريف التعليم ولا خيار أمامه سوى التجنيد أو المخدرات أو الهروب مهما كان المستقبل غامضاً. فالحاضنة التي آثرت النجاة واعتقدت أنها بمنأى عن الهلاك تواجه اليوم السيرة الأولى لنظام قائم على السرقة والتسلط والاستبداد والتمترس وراء مؤسساته العسكرية والأمنية التي ربطت حظها ومصيرها بسيدها وولي نعمتها لتمارس سطوتها في جمع ثروتها على حساب ملايين السوريين وتطويع الناس في خدمة مصالحها بلا رقيب أو حسيب. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلي فراس علاوي مدير تحرير الشرق نيوز من فرنسا. أهلا بك. أهلا بك. وأيضا الأستاذ صهيب الجابي صحفي معنا في الاستديو. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. أهلا بك. بداية سوف أبدأ معك أستاذ فراس، على ما استندتم لإعداد هذا التحقيق الذي طبعا شاهدنا تقريره منذ قليل؟ تحية لكم، مساء الخير. مساء الخير لك ولضيفك الكريم والسادة المشاهدين. بداية اعتمدنا في التحقيق على شهادات حية لبعض الذين خرجوا من مناطق سيطرة النظام وخاصة من مدينة دمشق مرورا بمدينة دير الزور وصولا إلى مبتغاهم في الشمال السوري أو تركيا. بداية كان هذا الاعتماد الأول، ومن ثم كان هناك اعتماد على التقارير الواردة سواء كانت لينا أو لوسائل الإعلام عن الأوضاع الإنسانية الصعبة والحالة الاقتصادية المتردية والأمنية المتردية في مناطق سيطرة النظام، وأيضا اعتمدنا على بعض المنظمات العاملة بالشأن أو المهتمة بشأن الحركة الديموغرافية الموجودة في سوريا، بحيث وردتنا بعض الأرقام حول عدد الداخلين إلى مناطق سواء كانت مناطق قسد أو الماء والخارجين منها والداخلين إلى مناطق سيطرة المعارضة السورية. إذن الأسباب واضحة، يعني تقريبا إحنا يوميا ببرنامج لم الشمل عم نتناول أسباب اللي الصعب اللي عم يعيشها السوريين بالداخل السوري. اسمح لي انتقل لسيد صهيب معنا بالاستوديو، يعني الخيارات المتاحة اليوم اللي طلع من سوريا أو حتى عم يفكر يطلع من سوريا شو هي؟
بداية أحييكم السادة المشاهدين. حقيقة الخيارات المتاحة قليلة، كلها متوجهة باتجاه خارج سوريا بسبب الأوضاع والوضع الكارثي حقيقة يعني الموجود داخل الأراضي السورية، وأيضا حالة التشتت في المناطق عموما، مختلف مناطق النفوذ. مناطق النظام يعني على وجه التحديد هي الأسوأ، تعتبر حالة نزوح مستمرة. العاصمة دمشق تحديدا تشهد تزاحم، ازدحام شديد يعني للمدنيين لمحاولة الحصول على جواز سفر للخروج خارج سوريا عفوا. وبعد ذلك التوجه طبعا إلى يعني أغلب المتوجهين توجهون إلى الأراضي التركية، وبعد ذلك إلى أوروبا. الآونة الأخيرة شهدت موجات نزوح مستمرة، هذا كان له سبب. السبب هو افتتاح معابر برعاية عدد من الميليشيات التابعة لنظام الأسد، منها الدفاع الوطني كما تحدث التقرير. يعني هذه المعابر هي مصدر للترزق للارتزاق لهذه الميليشيات، لأنه سهل عبور بالضبط ومقابل مبالغ ضخمة. طبعا هناك مراحل يمر بها المدني للوصول إلى المحطة الأخيرة، بكل مرحلة يدفع مبلغ ضخم جدا، يعني آخر مرحلة من مراحل التوجه باتجاه أوروبا يدفع ما يقارب تقريبا 5,000 دولار، وهذا يعني عبور غير كبير. آمن نعم يعني طبعا عبور هي غير بس آمن فقط بأوروبا ومعرض للخطر. يمكن بكل منطقة إذا كان مثلا مناطق النظام رح يدفع لسمسار شكل، وبس روح مناطق قصد لسمسار شكل، كل منطقة حسب الجهة اللي عم تسيطر على المنطقة لازم تدفع لها مبلغ مادي كبير. بالضبط يعني المبالغ المادية تتراوح بين 8,000 حتى من 5,000 عفوا إلى 8,000 يعني هنالك أرقام أكثر. لكن يعني الكلام أو النقطة الأساسية مو بس بموضوع المبلغ اللي يندفع. في عدد من الأشخاص تواصلوا معنا خلال الفترة الأخيرة وفقدوا سواء داخل سوريا في الطريق يعني اللي يتحدث عنه التقرير، أيضا طريق البانوراما عدد من الأشخاص اختفوا، أيضا على الطريق التهريب باتجاه الشمال السوري مرورا بمناطق نفوذ قسد، وأيضا وصولا للأراضي التركية في منطقة أدرنة، أيضا عدد من الأشخاص مفقودين. يعني تصلنا نداءات استغاثة من ذويهم لمعرفة على الأقل مصيرهم. طبعا في عملية يعني صعبة جدا، مخاطر يعني طريق محفوف بالمخاطر عموما، ومنطقة يعني الحدود تحديدا هي تعتبر الأكثر، منطقة الحدود بين يعني مناطق النفوذ عفوا نظام الأسد وقسد تعتبر الأكثر خطورة. وبعدها موضوع إطلاق النار على الحدود، موضوع الغرق في النهر بمناطق أدرنة، يعني طريق الموت هو فعلا يعني لما وصف التقرير هذا الطريق بأنه الطريق إلى المجهول، هو يعني وصف توصيف دقيق جدا. سوف أنتقل إلى أستاذ فراس معي من فرنسا. أستاذ فراس، لو تحدثنا أكثر عن طبيعة هذا الطريق الذي طبعا يمر من خلاله الشبان الذين يرغبون بالهجرة والخروج، وكيف يتم تقاسم النفوذ أو الأمور فيما بينهم الذين يسيطرون على هذا الطريق بالنسبة للميليشيات المسيطرة، من هي على أرض الواقع؟ تمام. بداية كما تحدث ضيفكم الكريم وكما وجد في التقرير، الأسباب التي أدت إلى نزوح كان لها تأثير مباشر على الشريحة الأكثر تهديدا والأكثر خطرا في مناطق سيطرة النظام، وهي المناطق وهم فئة الشباب المستهدفون بإما استدعائهم أو للخدمة الإلزامية أو الخدمة الاحتياطية، هذا أولا، وثانيا بسبب عدم وجود فرص عمل لهم في المنطقة. لذلك الطريق يبدأ من دمشق من العاصمة، هناك سماسرة في المنطقة يتعاملون مع إذا أردنا نقول بأنها مافيات التهريب في المنطقة. من الغريب أن الطريق تسيطر عليه قوى عسكرية وسياسية مختلفة ومتنافسة، مع ذلك هناك مافيات متكاملة على طرق التهريب، أي أنها تشكل قوة موازية، أو نستطيع أن نقول أنها دولة ضمن الدولة. يعني عملية التهريب هي سلسلة ربما لا تكون متصلة بشكل كامل، ولكن الطريق الذي تسلكه يدل على أن هناك تعاون بشكل أو بآخر بين هذه القوى. الطريق يبدأ كما ذكرت لك من دمشق، من سماسرة يؤمنون الطريق حتى دير الزور المدينة،
حيث هناك قادة في ميليشيات الدفاع الوطني يجهزون أماكن استقبال لهؤلاء. طبعا مؤخرا وكما أيضا ذكرنا في التقرير تنبهت الجهات الأمنية لذلك، وربما هو عملية ضغط لتحصيل مبالغ أكبر، فأصبحت توقف الحافلات على مدخل دير الزور وتدقق في هويات الداخلين تماما، تدقق في هويات الداخلية دير الزور. يعني بعد دير الزور هذا تدقيق موضوع، خلينا نروح مرحلة مرحلة، يعني بيرجعوا شيء على البداية اللي مثل ما قلت أنه هي من دمشق. بالنسبة للسماسرة هل هم حقيقيون؟ هل حدثت يعني حالات احتيال كذب خديعة للعالم دفعت مصاري وما تم تسفيرهم؟ تماما مؤكد بأن أي حالة يتم فيها ما يعني حتى في الدول المستقرة أي أمر يتم تحت القانون يدخل فيه عملية النصب والاحتيال وغيره، ولكن هناك سماسرة يعملون بشكل نظامي تابعين للمافيات التي تحدثت عنها. هم مهمتهم الأساسية تأمين هؤلاء الشبان وتواصلهم مع من يستقبلهم في دير الزور وإيصالهم إلى دير الزور. وصلنا إلى مدخل دير الزور، هناك عمليات تدقيق في هويات هؤلاء الداخلين. طبعا من يتواصل مع من يستقبلهم يؤمنون لهم طريق الدخول ويؤمنون لهم الاستقبال سواء كان في دير الزور أو في ريف دير الزور الشرقي مدينة الميادين أو العشارة، ريثما يتم نقلهم إلى الضفة المقابلة عن طريق العبارات أو عن طريق القوارب النهرية الصغيرة، وهي قوارب محلية الصنع غالبا تستخدم في عمليات صيد السمك. يتم نقل هؤلاء من مناطق سيطرة ميليشيات النظام والميليشيات الإيرانية إلى مناطق سيطرة ميليشيا قسد. في مناطق سيطرة قسد أيضا هناك عملية أخرى تتابع عملية التهريب، وهناك مراحل لهذه العملية يدخل من خلالها هؤلاء الشباب أو هؤلاء الهاربين إلى هناك ثلاث مناطق تم رصدها، هي رأس العين وتل أبيض وسلوك. في هذه المناطق تم رصد دخول في الأسبوع الأخير من شهر آب دخول 150 شخص إلى المنطقة. طيب هذه المناطق بداية تخضع يعني هي منطقة خط أو منطقة فك اشتباك أو ما بين ميليشيا قسد وما بين مناطق المعارضة السورية ومناطق الجيش الوطني. هذا التداخل أيضا يستخدم في عملية التهريب. طبعا كلما كان هناك صعوبة في التهريب زاد المبلغ المطلوب، وكلما كان هناك عدد أقل من الشبان أو من الهاربين يكون المبلغ المطلوب أكبر، العائلات يحسب لها سعر خاص. طيب أستاذ فرس دعني أنتقل بسؤال إلى أستاذ صهيب في الاستوديو. يعني لماذا هذا التعقيد في عملية يعني الخروج من منطقة إلى أخرى، وكل منطقة يفرضون مبلغ معين للتهريب، ويعني بالنسبة للناس اللي معهم فلوس ممكن أنهم يطلعوا بيسر، ولكن ماذا عن البقية الذين لا يملكون يبقون يقاسون الغلاء والوضع المتدهور الاقتصادي؟ يعني بالحقيقة كل منطقة لها سبب يعني لموضوع التضييق بهذا الشكل والاستهداف المباشر للمدنيين. نبدأها بمناطق نفوذ نظام الأسد. يعني خلال 10 أيام تم اعتقال أكثر من 3 مجموعات من المدنيين المتوجهين باتجاه مناطق نفوذ قسد، والراغبين طبعا بطبيعة الحال لمغادرة مناطق نفوذ قسد باتجاه الحدود. سبب الاعتقال اليوم نتحدث عن تهمة جديدة، وهي تهمة الفرار من مناطق نفوذ نظام الأسد. هذه يعني الآن أصبحت تهمة الآن. طبعا هذا يعيدنا بالذاكرة إلى مرحلة سيطرة تنظيم الدولة على معظم المناطق في شرق سوريا. أيضا كان يعني يطلق هذه التهمة على من يحاول الخروج من مناطق نفوذ وكانوا يحتجزون. المرحلة الثانية هي مناطق نفوذ قسد أو بين مناطق نفوذ قسد والمعارضة. ايضا موضوع الابتزاز يعني هو امر قائم في هذه المناطق، يعني كي نكون موضوعيين هنالك طبعا حتى المبالغ يمكن هي مبالغ اكبر بكثير مما عمليات ابتزاز مبالغ ضخمه جدا. كل ما تقدم المواطن او العائله كل ما تقدموا بالمسير باتجاه الشمال باتجاه نقاط حدوديه اكثر كل ما زاد المبلغ اللي يتم دفعه. والأسوأ من هذا كما ذكرت قبل قليل هو انه ما في شيء مضمون، يعني نهائيا ما في شيء مضمون. وبعد يعني من يفضل الذهاب عبر البحر
كنا شاهدنا الشيء اللي صار يعني الغرق يعني مئات الأشخاص آلاف الأشخاص اللي ابترعهم البحر. إذا قرر شخص أو مجموعة ما تعبر عن طريق طبعا المناطق الحدودية بين تركيا وبلغاريا على ما أعتقد بلغاريا على الضفة المقابلة، أيضا حالات غرق بالنهر الفاصل عند الشريط الحدودي، وأيضا يتعرضون للضرب في معظم الأوقات أيضا من الطرف اليوناني أيضا من قبل الشرطة اليونانية، وعمليات تعذيب ممنهج يعني حصلت خلال الفترة الماضية. إجبارهم على العودة ربما. نعم، وإجبارهم على العودة وأخذ ممتلكاتهم ونقودهم وكل شيء، وتعنيفهم وضربهم وإرسالهم مرة ثانية إلى حيث أتوا. داخل سوريا أيضا عدد كبير من الأشخاص فقدوا. موجات النزوح هذه يعني مستمرة اليوم بالأيام هذه اللي نحن نتحدث فيها اليوم. هنالك عودة لموجات النزوح، يبدو بأنه يعني حركة المعابر يعني عادت مرة ثانية نشطة. أكثر أو أكبر موجة نزوح كانت فعليا بالعام بين العامين 2014-2015، كانت يعني وصلت من منطقة دير الزور فقط بحسب الإحصائيات لأكثر من 450 ألف نسمة بحسب يعني بعض الإحصائيات. أيضا العوامل اللي بعدها تلتها موجات نزوح، مناطق أيضا محافظة الرقة، مدينة الرقة شهدت موجات نزوح بعدد مقارب طبعا أيضا لهذا الشيء للرقم الذي ذكرته 450 ألف أو أكثر حتى أثناء العمليات العسكرية في الرقة. النتيجة هي أنه المدني مستهدف بكل شيء. السبب الأساسي اللي يدفع الناس للمغادرة هو ليس سبب واحد يعني حقيقة، لكن نقدر نختزله بكلمة واحدة، هي البحث عن الحياة أو الحياة بشكل عام. أكيد. هذا الشيء مع الأسف يعني غير موجود. أدنى مقومات المعيشة في مختلف المناطق نفوذ غير موجودة اليوم على المواطن، أنه يختار بين السيء والأسوأ، يختار السيء أو الأقل سوءا. نعم نعم سيد فراس، يعني أنت معد هذا التقرير يعني حسب الحالات، من كان أكثر الشباب ولا العائلات، وأيضا من الوجهة يعني حسب ما شفت بالتقرير كردستان؟ تماما. بداية ذكرت منذ قليل بمداخلتي السابقة بأن الشريحة الأكثر هروبا من المنطقة هي شريحة الشباب، وذلك لعدة أسباب، أهمها بأن العبء الاقتصادي يقع على هؤلاء الذين يكونون غالبا مسؤولين عن عائلاتهم في حال كبر سن الأهل، في حال عدم وجود الأهل أساسا، أو من أولئك الذين تخرجوا من الجامعات والمعاهد ولم يجدوا فرص عمل وهم في حالة بطالة كاملة. هناك حالة فشل اقتصادي، سوريا تتحول إلى دولة فاشلة. أيضا هناك هرب من الخدمة الإلزامية، يعني أحد الشباب الذين تم اللقاء معهم يعني وهي طريقة يستخدمها معظم الشباب الذين لا يريدون الالتحاق بالخدمة الإلزامية، يقومون بعدم النجاح بعدم تقديم المواد في سواء كان في الجامعة أو في المعهد من أجل الحصول على الوثيقة التأجيل. نعم. من أجل عدم الذهاب، وعندما تنفذ هذه الوثيقة لم يبقى لديهم أما إلا الهرب. أما للوجهة فهناك عدة وجهات من داخل، وهذا أيضا موجود في التقرير ولم يتم تسليط الضوء عليه. هناك عملية لجوء ونزوح من داخل دمشق مثلا أو من داخل المحافظات التي سيطر عليها النظام، ولكن هناك السماسرة يطلبوا مبالغ خيالية. هناك مبلغ يطلب على الشخص الواحد ما بين 40 إلى 50 مليون ليرة سورية للشخص الواحد تقريبا على الدولار. أعتقد لا يعني ما عندي فكرة عن صرف الدولار يعني بهذه الفترة، ولكن اعتقد بحدود 15 بين 14 15 الف دولار يعني بالمجمل للخروج من دمشق. الوجهات الاساسيه هي الشمال السوري وتركيا، ولكن هناك ايضا توجه حاليا سواء من دمشق عن طريق عن طريق الحافلات الى كردستان، وهناك ايضا باتجاه الشمال السوري دخولا الى تركيا، وهناك ايضا طريق اخر يستخدمه الاكثر موالاة والأكثر يعني الطرق التي يستخدمونها المقربين من النظام، وربما هناك رؤوس أموال كهرباء هي تتم عن طريق إيران ومن ثم هذول بيطلعوا بالطيارة يعني ما عندهم مشكلة بهذا الموضوع. يعني بالنسبة للتهريب هل له أنواع أو طرق عديدة، ويمكن اللي حاب أنه يطلع برات سوريا عنده رفاهية الاختيار، أم أن فقط المهرب هو من يختار الطريقة وأيضا كل تفاصيل هذه الرحلة الشاقة؟ ما يفرض طريقة التهريب هو الطريق الذي يسلكه. إذا كان عن طريق النهر فهناك يعني عبور للنهر، تحدث احد الشهود بانه زحف لمسافه اكثر من 1.5 كيلومتر زحفا.
أيضا هناك شروط للسير سواء كان ليلا أو نهارا، هناك إشكاليات يعانون منها أو مخاوف عند عبور الحدود التركية، هناك قنص لكثيرين، نحن نرى بأن هناك أسبوعيا حالة أو حالتين قنص على الحدود بسبب العبور بشكل غير قانوني. أيضا هناك عمليات الاعتقال التي تتم في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة بتهمة الانتماء للنظام أو القادمين من مناطق النظام، وهناك أيضا شهادة لشخص فقد أحد ذويه. أستاذ فراس، أنت ذكرت بأن الشبان يهاجرون خوفا، ولكن خوفا من من؟ إذا كان ميليشيات النظام التابعة له هي من تقوم بتهريب، تنظم هذا الموضوع، نعم، وهي من تشرف عليه. ميليشيات النظام، هنا يدخل شيء اسمه الفساد. هنا فساد ميليشيات النظام هو من يهرب هؤلاء، هم يهربون خوفا من الذهاب الى الخدمه الالزاميه. ليس جميع الموجودين في مناطق سيطره النظام هم موالين للنظام، هناك كثيرون لم يستطيعوا الخروج او لا يملكون رفاهيه الخروج، ولكن عندما اصبح الامر يهدد حياتهم ويهدد سلامتهم وسلامه اسرهم اضطروا للخروج وبيع اراضي. هناك عمليات بيع كبيره للاراضي والممتلكات وللمنازل في مناطق سيطره النظام وباسعار للاسف اسعار بخسه جدا. وللاسف ايضا ان من يشتري هذه المنازل حاليا هي الميليشيات الايرانيه، هناك عمليه هندسه وتغيير ديموغرافي في تلك المناطق سببه طيب. الضغط على هذه الحاضنه. نعم. هل تتفق مع هذا الكلام؟ 100%. يعني موضوع ابدا بما انتهى به الاستاذ فراس، موضوع بيع العقارات، الكثير يعني اكاد اجزم انه عدد كبير من اهالي محافظه دير الزور يعني على انتمي لها على الاقل يعني بحسب معرفتي على مستوى بيع العقارات تلقوا طلبات ببيع منازلهم باثمان بخسه طبعا، وبعد التدقيق اتضح انه هنالك سماسره عن طريق هؤلاء السماسره تشتري الميليشيات الإيرانية بشكل ممنهج أعداد كبيرة من المنازل والممتلكات في محافظة دير الزور. نفس الأمر بالنسبة لدمشق أيضا العاصمة، نفس العملية بالضبط. يعني ولا يعني هذا الكلام أنه لن يعودوا؟ هذا يعني بالضبط، إذا أنت بعت بيتك بالأخير فما أنك راجع العملية يعني تتم بشكل بطيء لكنها خطيرة جدا. الأمر هذا عملية التهجير هي اللي تحدث عنها قبل قليل وكيف مراحل هاي الهجرة بشكل عام باتجاه عدة مناطق، لكن سبب الهجرة هو معروف أيضا تحدثنا عنه. نتائج الهجرة هي الشيء، النقطة الأخيرة هاي اللي نتكلم عنها، موضوع التغيير الديموغرافي. هذا هو يعني واحد من أهم الأهداف بالنسبة للميليشيات الإيرانية. يعني على مستوى محافظة دير الزور أيضا أعود بي يعني للشرح عن نقطة محددة، هي هنالك عمليات تجنيس أيضا لعدد من عناصر الميليشيات. أنا شاهدت بنفسي وثائق مسربة طبعا حصلنا عليها عن طريق مصادر في المنطقه، او يعني اثبتت انه هنالك اشخاص ولادتهم في مدن مثل مشهد الايرانيه وايضا افغان وغيرهم تم تجنيسهم ومنحهم خانات تابعه لنفوس محافظه دير الزور لتوطينهم في هذه المناطق، وطبعا بالمقابل هنالك شراء عقارات وممتلكات لهم ليستقروا بهذه المنطقه. يعني الدائره هاي اللي نتحدث عنها اليوم هي دائره ممنهجه، نظام برنامج وضعه نظام الاسد من اجل استبدال المدنيين المهجرين، ومع الاسف يعني حتى ما ظل شيء مع الاسف يعني من المدن اللي كانت او اللي فرض او بسط سيطرته عليها نظام الاسد لانه احرقها بالكامل. أكيد. لكن حتى الانقاض هاي الان نظام الاسد يحاول انه يعني يوطن الناس فيها. سيد فراس، يعني اخيرا يعني بعد هذا التقرير كيف يمكن الاستفاده منه اكثر، وايضا خاصه انه انت كنت قريب من الحالات اللي رصدتها بهذا التقرير؟ طبعا نحن الاستفادة يعني بالنهاية هي تجارة بالبشر، يعني هي تجارة البشر. الاستفادة بداية عندما نحاول إيصال هذه الفكرة للمؤسسات الحقوقية والقانونية والدولية التي تحارب هذا النوع من هذا النوع من التجارة أو هذا النوع من عمليات التهريب، هي عملية ضغط على النظام، هي إحدى وسائل التي يجب استخدامها من أجل الضغط على النظام، من أجل كشف حقيقة هذا النظام الذي يحاول استغلال حتى الحاضنة الموجودة لديه، والتي لم تكن حاضنة، على الأقل لم تكن حاضنة حقيقية للثورة، لم تكن حاملا للثورة السورية. هؤلاء يعني بالبدايات تحدث التقرير عن موجات الهجرة الأولى، موجة الهجرة 2011 وموجة الهجرة الكبرى التي بدأت ما بين عامي 2014-2015. نحن الآن في العام 2021، هناك استقرار للعمليات العسكرية، لا توجد هناك عمليات عسكرية سوى على مناطق المعارضة. أيضا أثناء مرحلة إعداد التقرير أو التحقيق الصحفي كان هناك عملية تهجير
إجبارية من درعا باتجاه الشمال السوري. هذه إحدى النقاط التي يجب الإضاءة عليها، بأن نظام الأسد يحاول هندسة حاضنته الاجتماعية وإجراء تغيير ديموغرافي طويل الأمد من أجل فرض شرط ما في حال توصل المجتمع الدولي للاتفاق وحل سياسي. قد تكون فكرة التغيير الديموغرافي هي أحد الأفكار التي تدعم هذا النظام في مناطق سيطرته. أكيد نشكرك على هذا التقرير، إن شاء الله يتم استغلاله بما هو في صالح السوريين. كنت معنا فراس علاوي مدير تحرير الشرق نيوز من فرنسا، شكرا لحضرتك عفوا. وأيضا بدي أشكر الصحفي معنا في الاستديو صهيب الجار، شكرا لك صهيب. شكرا لكم. فاصل قصير ونعود.